ترى مسألة التكفير ومسألة الحكم بالردة هذه تحتاج إلى تعلم، ما تصلح للعوام يشتغلون بها أو المبتدئين أنهم يشتغلون بها الأمور ويكفرون الناس بدون علم، ما يصلح أن العامي والمبتدئ في طلب العلم يشتغل في مسائل الردة ومسائل التكفير. هذه من شأن العلماء، من شأن العلماء الثقات، وأنتم عليكم تتعلمون الآن ولا تشتغلوا في المسائل الصعبة والمسائل المهمة، لا تشتغلون بها.